السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو إبراهيم، كيف الحال؟ كيف النحل؟ كيف الجميع عندكم والأحوال؟ طبعا قمل النحل حشرة قديمة كانت عدو قوي عن النحل، لكن بعد ما صارت تستخدم المبيدات على الفاروة بشكل مكثف في أنحاء العالم فانحسرت باعتبار أنها حساسة كثيرا، هي المبيدات. ولكن في بعض المناطق التي لا تستخدم فيها مبيدات قد تكون ما زالت موجودة، لكن في المناحي التي يستخدم بشكل مكثف مبيدات العناكب أو مبيدات ضد الفاروة فتقريبا تعد منتهية تماما، لأنها أكثر حساسية بكثير من الفاروة للمبيدات. وما شاء الله نحالينا العرب يستخدموا المبيدات على كيفهم، وينصحوهم الناس يستخدموا المواد الثانية، شي يعقم الخلية وشي يرش على النحل وشي شغلات للأسف غير عقلانية في استخدام وإدارة المناحل، ما في ترشيد لهذا الأمر للأسف. والتجار يهمهم هذا. فقمل النحل ينتشر تماما في المناطق التي لم تستخدم فيها المبيدات أبدا، وخاصة في المناحل المهملة والخلايا البرية التي طبعا لا تفتح كثيرا وتنتشر الإصابة وتنتقل في المناحل. لكن كما ذكرنا سابقا أنها لا تنتشر، أنها تموت تنتهي بسرعة بسبب حساسيتها للمبيدات. مرة كنت موفد بمهمة علمية من الجامعة العربية لسلطنة عمان، وهناك في موضوع النحل في وزارة الزراعة، وكشفنا على أحد المناحل الذي كان بعيدا عند أحد الإخوة النحالين، وفعلا وجدنا على الملكة بحدود 6 أو 8، لا أذكر بالضبط، بس على الأقل 6 قملات على صدر الملكة في خلية متوسطة القوة تقريبا. وكشفنا غير خلايا أيضا وجدنا قمل ناحب بشكل، فهو لم يكن يستخدم يومها أي مبيدات، وهو لا يحب استخدام المبيدات. وكثير من النحالين في البداية كانوا ضد استخدام المبيدات طبعا حتى تفاقمت الأزمة. ماذا يعمل القمل على صدر الملكة؟ ولماذا يختار الملكة حكما؟ خلي الشباب في المجموعة اللي أنتوا فيها يذكروا وبعث لي صوت حتى نصحح المعلومة وندققها ونفيدهم إن شاء الله.